يا أهلا بيكم. النهاردة بنتكلم عن الضرة، كيف نجعل بغبغاء الضرة يتكلم بشكل أسرع جدا. طبعا لابد أن يكون معانا حيوان أليف وحيوان تم تأكيله تأكيل يدوي. عشان يكون الحيوان معاك أليف عشان يتكلم بصورة أسرع، لأن الحيوان اللي ما تمش تأكيله تأكيل يدوي اللي مش متروض ده طبعا صعب جدا ترويضه، وصعب كمان ان هو يستطيع ان هو يقلد او يحكي بعض الكلمات. فاهم حاجة التأكيل اليدوي. بعد كده طبعا هنجيب البغبغاء وهنركب له مراية زي ما احنا شايفين كده، زي ما احنا شايفين في الصورة. هنركب له مراية عشان يشوف يعني كأن في بغبغان تاني معاه في الصورة. فهيبدأ البغبغان يلتفت للمسألة دي ويبدأ ينادي عليه ويبدأ يتعلم الصفير. طيب بعد كده هنبدأ نجيب محمول ونسجل عليه الكلمة اللي احنا عايزين نخلي البغبغان يتعلم عليها، او ممكن احنا نكلمه ببعض الكلمات البسيطة زي مثلا كوكو، بابا، اي كلام بسيط، اي كلام بسيط. وممكن ان احنا نسجل بعض اصوات الصفير وبعض اصوات كلام البغبغان من النت. هتسجل الكلام ده هوت وتحطه للبغبغان، وطبعا هتلاحظ ان البغبغان نفسه انفعل مع الصفير جدا. يعني لما نلاحظ اهو البغبغان لما يسمع اصوات الضرة، اصوات الصفير واصوات كلام الضرة، هيبدأ هو نفسه ينفعل، هيبدأ ينفعل معاك. ويبدأ البغبغان يتعلم من الاصوات. ولازم طبعا انت تصبر وقت طويل جدا، لان البغبغان بياخد وقت طويل على ما يتعلم. احنا عندنا طبعا الطفل الصغير ممكن يقعد سنتين على ما يتكلم، فانت لازم ان انت تصبر وتاخد، يمكن ياخد معاك وقت طويل، يعني ممكن ياخد معاك شهر او شهرين على حسب البغبغان وعلى حسب ذكائه. فما تستعجلش واصبر، وحاول دائما تربط الكلمة بالأكل. يعني تجوع البغبغان مثلا 4 ساعات وانت بتقدم له الأكل، تقول الكلمة اللي انت عايزه يقلدها وعايزه يحفظها. وزي ما قلت لك اجمل شيء ان انت تقلد، ان انت تجيب تسجل اصوات الصفير واصوات تقليد البغبغاء الضرة من على النت، وتحطها على محمول وتسيبها للبغبغان. هتلاحظ ان البغبغان فرح جدا، وهتلاحظ انه بدأ يصدر بعض الاصوات.